النقطة التانية نقطة لو زوج، زوج نرجسي وبتاع، عندك الخطوات عندنا بتاع 8 9 خطوات للتعامل مع النرجسي وارجعي لها. لكن كل القرارات كده بقى، يعني هي القرارات كده ومش عارفه ايه، وابتدي ان انا اتعامل معاك والله انت شايفني كده، انت صلى الله عليه والعافيه يا رب ينجينا، ما اخصش، ما يستفزكيش، لان لو استجبتي للاستفزاز بتاعه هو مبسوط قوي فرحان قوي، هو شايفك كده وانت عماله تتنططي في نفسك وهو عمال يلقح عليكي بالكلام ولا يستفزك بنفسك، ولا الكلام ده، لا اخش معاه في جدال ولا ناقشه، ما بيقتنعوش. الشخصيات دي شخصيات صعبه، لكن انا بتكلم النهارده على الافوره في توصيف الشخصيه، واحنا كل حاجه هنقطعها، واحنا كل حاجه هنقول لا ده كذا ومش راضيين ومش هنعمل مش هنتعامل، نعيش وحدويين بقى، كائن وحدوي ولا ايه؟ ونعيش في توحد لا طبعا، اتعامل بس امنع الاذى عن نفسي واعمل حدود، ادعو الله سبحانه وتعالى تعالى الكلام اللي انا بقوله، لا افوره في الامر واعيش قطع علاقات، ولا في نفس الوقت ان انا ناهيه موضوع اللي عايشه في براثن التوصيف الخاطئ اللي هم بيعملوه ده، مصيبه سودة. اما تبقى ام وتعمل كده انت حطمي نفسيه البنت، ده انت الحائط السد اللي بتمنع عنها الاذى سواء من ابوها ولا من الدنيا ولا كذا، ما في ابهات وامهات واولياء امور ما يفهموش حاجه عن التربيه ولا يعرفوا حاجه. شوف النبي عليه الصلاه والسلام في تعامله كان يا انيس ويتكلم معاه، مع انه ما كانش عمل العمل اللي النبي عليه الصلاه والسلام كلفه بيه، ما عملوش. وشوف الامر عامل ازاي، هو طبعا في الاول وفي الاخر هو بيبقى توفيق من الله، احنا بناخد بالاسباب، توفيق من الله. ولو زوج يا بنتي حيدي وابعدي وما تستفزيش، انا يهمني في الموضوع ده كله، قلت لك عندك عيال وماليش حاجه ومش هعرف انزل وقت ماشي، وفي صفات وحشه وفي صفات حلوه والاولاد بيحبوك خلاص اوكي، ما تخليش كلامه السلبي ياثر فيكي يا مؤمنه، عشان خاطري ما تخليش كلامه السلبي ياثر فيكي وتتهز ثقتك بنفسك، تقول لك هو انا صلاتي نافعه؟ هو انا كده صيامي؟ يا اختي صلاتك نافعه، هو ربنا هو مش ربنا؟ هو واحد شخصيته كده قدرت تتعاملي معاه؟ وكل واحد في واحده تتعامل واحده ما تتعاملش. طيب النقطه الثانيه اللي حابه اتكلم فيها، الموضوع الفيديو اللي جالنا، السؤال اللي جالنا ان هي كانت مخطوبه وعمل الخطوبه الفرح النهارده وصبح تاني يوم فسخ الخطوبه وقال انا مش عايز اكمل وعايز الشبكه، وانا قلت لو الشبكه هو حاططها على اساس مهر بياخد مهره، لو هي اللي على اساس هديه لا خلاص. طيب تقول لك لا طب ما احنا اتكلفنا، جميل حلو اتكلفته، بتشيلوا ثمن التكلفه اللي انتوا اتكلفتوها يا ابن الحلال، ثمنها كذا مثلا بثمن خاتم او بثمن، شلنا الخاتم من قلب شخص وخد بقيه شبكه، انت ذات نفسك مش هتقبلي ان انت تاخدي حاجه من واحد وتستحوذي على بنيه، لا ما هو زي ما كدني صحيح مأذيه وصحيح كذا، خدوا ثمن الحاجه اللي انتوا عملتوها في الفرح وكلفتوها واخصموها من الذهب والحاجه وادوا له ذهب يا بنتي، وادوا له حاجته، لان بيبقى غلطان هو يتحمل نتيجه، وانت ما اعتقدش ان في بنت ترضى ولا هتقبل ان هي تاخد حاجه من زوجها مثلا ولا حاجه من خطيبها او اللي كان خطيبها في يوم من الايام بسبب ان هو عمل مثلا، قال انا مش عايز، الف سلامه حبيبي الف سلامه، بس احنا اتكلفنا قرشين ادي احنا ثمن القرشين شلناهم، كلفتها ثلاثه، لكن لو هو قايل ان دي هديه ساعتها بقى في ما بتترد لانك انت سبت، لكن لو هي من المهر ومعظمهم بيبقوا كده داخل جمعيه وبتاع جايب ب 1000 دولار ذهب ولا ب 2000 دولار شبكه، يعني كتير يا شباب كتير يا جماعه عليهم، خلاص كل شيء اسمه نصيب، وانت لن تقبل، نفسيتك مش هتقبل انك تاخدي حاجه زي كده، شيلي يا بنتي القرش والقرشين اللي اتعمل بيه الفرح وادي له يا بنتي ذهبه، ادي له ذهبه حسبه لله وادي له كذا و1000 سنه، وربنا يعوضك خيرا منه ويعوضه خيرا منه.